كلمك على فريق الامل يا ابراهيم، وانت كاحد اعضاء فريق الامل، انت طلعت فريق امل يا كريم لا ولا لا ما طلعتش؟ لا ما طلعتش لسه، صغير لسه شويه، سند ان شاء الله. فريق الامل وتجربه فريق الامل ده رايك فيها ايه؟ والله يا كابتن، احنا اول لما الموسم خلص، هما طبعا كابتن اسامه نبيه وكابتن احمد عبد المقصود كانوا بيتفرجوا علينا طول الموسم علشان يعملوا الفريق ده. فاول لما الموسم خلص يا دوب اخذنا اجازه تقريبا اقل من اسبوع، وكان فريق الامل اتعمل وجينا واتمرنا بعد الفريق الاول، كنا بنتمرن في نفس الملعب، والكابتن اسامه طبعا مدرب كبير وفادنا كتير. والتجربه انا سعيد بالتجربه بتاعت فريق الامل دي، اصلا هي اللي وصلتنا للدرجه الاولى، وهي اللي خلت الناس تعرفنا في الفريق الاول، واللعيبه تعرفنا، واللعيبه نفسها بتاعت الفريق الاول كانت مبسوطه اصلا بان النادي عمل حاجه زي كده. حلم الاحتراف يا كريم، انا 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 احساسي ان كريم لعيب كبير، يعني لعيب عنده تالنت، عنده موهبه عاليه جدا، ممكن جدا يحترف. القصه دي في دماغك ولا الامور بالنسبه لك؟ لا طبعا اكيد، اي لعيب في الدنيا نفسه يحترف بره، بس انا حلمي حاجه تانية. انا حلمي ان انا نفسي احترف في نادي كبير واعمل ما شاء الله، يعني زي محمد صلاح كده، ان شاء الله نعمل نفس اللي هو عمله ان شاء الله، وده حلم كبير طبعا اي حد يكون زي محمد صلاح، ونفسي احترف يعني الحمد لله ان شاء الله يعني. رايك بقى في تجربه صلاح، طالما انت ذكرت محمد صلاح، رايك في تجربته ايه الاحترافيه الكبيره جدا ودخوله ضمن احسن 3 لعيبه في العالم؟ لعيب كبير جدا جدا جدا، ومحدش يقدر يتكلم عليه كلمتين على بعض، لان هو في حته تانية، هو هداف الدوري الانجليزي وهداف دوري الابطال واحسن لعيب في الدوري الانجليزي ومن احسن لعيبه في العالم، فمحدش يقدر يتكلم معاه خالص في اي حاجه خالص، هو لعيب كبير جدا. ابراهيم برضو تجربه محمد صلاح شايفها ازاي، وان لعيب مصري يخش ضمن احسن 3 لعيبه ينافس كريستيانو رونالدو وينافس ميسي بقوه على لقب احسن لاعب في العالم؟ لا طبعا كابتن محمد صلاح يعني فخر لاي حد بيلعب كوره او عايز يلعب كوره. هو طبعا اكيد مر بصعوبات كتير جدا عشان يوصل اللي هو فيه، وتعب واشتغل على نفسه وما وصلش اللي هو فيه بالسهل يعني. هو طبعا اللي هو وصل له دلوقتي انجاز كبير طبعا بالنسبه لاي لاعب عربي او افريقي، وبالنسبه لاي لاعب عالمي حتى يعني. كابتن محمد صلاح وصل انت في وجهه نظرك طبعاً. وانت يمكن عندك خبره اكتر من كريم شويه في القصه دي، ايه الاسباب اللي خلت محمد صلاح يوصل لهذه المرحله؟ والله اكيد طبعا يعني اول حاجه التزامه وسلوكه طبعا بره الملعب قبل جوه الملعب، لان الحاجات دي بتفرق طبعا. واكيد كان بيتمرن كويس جدا، وكان دايما بيشتغل على نفسه ويشوف ايه اللي ناقصه عشان يطور من نفسه، وطبعا اكيد كان عنده ثقه كبيره في نفسه وفي طموحاته ان هو يقدر يوصل للي هو وصل له ده، وضحى بحاجات كتير واكيد حرم نفسه من حاجات كتيره جدا. اكيد طبعا، هو ده اللي انا بتكلم فيه اللي هو سلوكه بره الملعب، اكيد حرم نفسه من حاجات كتيره، كفايه انه يحرم نفسه مثلا انه يشوف اهله او يبقى قاعد معاهم وكده وعايش معاهم، فدي حاجه كبيره اصلا لوحدها. مين من اللعيبه بيعجبك يا كريم دلوقتي في نادي الزمالك؟ لا ما فيش حد يقدر يتكلم معاه، شيكابالا طبعا، كابتن شيكابالا. عشان هو اشول زيك ولا عشان لا انا بحبه عشان هو، لا هو بعيد مختلف. عن ان هو اشول ولا ايمن، هو لعيب كبير جدا ومحدش يقدر يقف قصاده في مصر كلها وفي افريقيا، هو لعيب جامد قوي، فانا يعني نفسي العب جنبه بس في يوم من الايام. اللعيب اللي تحب تلعب جنبه هو شيكابالا. طبعا، بس انتوا الاثنين شو هتلعبوا مع بعض ازاي؟ لا ممكن العب 10. وصفت نفسك انت 10 وهو طلع وين جراي. العب معاه في الملعب بس. المهم تبقى معاه في الملعب. ان شاء الله تحقق حلمك يا اخي وتصعد فريق قوي، تبقى مع شيكابالا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله.